دلوقتي هنروح عند قيس علشان نشوف الزابينج، ودي اخطر تحدي في حلقتنا. خلينا نشوف ايه الاخبار عند قيس. شكرا سالي. بالزابينج لجنة التحكيم كأنه قاعدة بالبيت عم تحضر تلفزيون، كل واحد في بيناتهم بايده ريموت كنترول. قديش كل مشترك من المشتركين الثلاثة اللي حصلوا على اقل علامات رح يقدر يضاين قدام لجنة التحكيم قبل ما تعمل له زابينج؟ هلا بنعرف مع بعض. والثلاث مشتركين اللي معنا بهالمرحلة هنن: محمد رفعت من مصر، ريم تامر من مصر، محمود عامر أيضا من مصر. وبنبتدي مع محمد رفعت. دراسة تؤكد أن الزواج من امرأة جميلة يقصف عمر الرجل. كثيرا مشاهدينا ما سمعنا عن أخبار طريفة وظريفة بخصوص الزواج والخلافات التي تحدث والمشادات التي تحدث بين الزوجين وما إلى ذلك، لكن الدراسة التي نتناولها اليوم من خلال الخبر العاجل الذي أتانا حاليا هو أن هناك دراسة حديثة لا نعرف إلى الآن حقيقة الأمر مصدرها، ولكنها تؤكد أن الزواج من امرأة جميلة يقصف عمر الرجل. أعتقد أنها ستكون دراسة صادمة جدا 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 للرجال بالطبع، وتكون إلى حد كبير مفرحة وسعيدة للنساء، ليس فقط في الوطن العربي بل أكثر من ذلك. أعتقد أيضا أن كثيرا من الرجال سوف يتساءلون عن مصدر تلك الدراسة وسوف يتولون التحقيق بأنفسهم في تلك الدراسة بالفعل. يا ترى ما هي أصداء تلك الدراسة؟ أن الزواج من امرأة جميلة يقصف عمر الرجال. الدراسة دي بتأكد أن الزواج من مرأة يكون شكلها جميل ده بيأثر من عمر الراجل. يمكن دي حاجة بيختلف معها ناس كتير، ويمكن برضو دي حاجة بيتفق معها ناس كتير، لكن الأكيد أنه ما فيش راجل ما بيحبش يتجوز ست يكون شكلها جميل. بالعكس دي حاجة مطمع لكل الرجال على وش الأرض. وكمان الستات بيحبوا يكونوا جمال، سبب من الأسباب علشان يتجوزوا بسرعة جدا، وده مش بس للستات ده كمان البنات الصغيرين. وبعيدا عن الزواج، من طبيعة المرأة والبنت إن هي تكون جميلة طول الوقت، ده لأن دي حاجة بترجع لطبيعتها هي بعيدا عن موضوع الزواج. الحقيقة أنا بنقل لكم خبر عجيب وغريب بيقول: دراسة تؤكد أن الزواج من امرأة جميلة يقصف عمر الرجل. الكلام ده كلام غير حقيقي. مين يشوف جمال قدام عينيه ويتقصف عمره؟ ده الواحد لما يشوف ست جميلة وحلوة قدام عينيه ما يخرجش من البيت، يدنه قاعد جنبها ليل ونهار، هيشوف الجمال ده فين؟ ده أنا عمري يزيد بدل السنة 20 30 40. أنا بحسد أي راجل متجوز ست جميلة، إن الله جميل يحب الجمال، يعني أجيب قردة وأتجوزها وأقعد جنبها؟ ما ينفعش يا جماعة، لازم الواحد برضو يشوف الجمال، لأن الجمال شيء جميل جدا يعني. وأنا الحمد لله والشكر لله مراتي جميلة وزي القمر، عشان كده أنا متمسك بيها ومستمر معاها حتى آخر العمر. ده هو آخر كلامي، ومحدش يسألني الكلام ده طالع منين، لأنه طالع من قلبي، ولما بتكلم من قلبي ما بعرفش أقول حاجة غير من قلبي، واللي بيطلع من قلبي بيخش القلب. وأنا حاسس إنكم كمشاهدين مستمعين جليل. بشكر عم محمود رفعت وريم، وبطلب منكم تيجوا جنبنا هنا على المسرح. وبشكر توني اكيد طلعت لغايه فوق يا توني. طبعا النتيجه اللي رح نشوفها هلا هي الوقت اللي ضاينوا فيه المشتركين قبل ما تكبس اللجنه على الريموت. يعني مين منهم قدر يجذب لجنة التحكيم لأطول وقت ممكن، ومين اللي قدر ينجح في المهمة هو اللي هينضم بس لزمايله. خلينا نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي ومين اللي هيقدر يكمل معانا. الاثنين الباقيين سالي
الجمهور وحده اللي بيقدر يخلصهم. أكيد. على كل حال بقى القرار للجمهور بهي اللحظة. نحن عم ننتظر مين اللي ضاين أكتر حدا. دلوقتي توقف التصويت كمان للجمهور وهنشوف أكتر واحد قدر يقعد فترة كبيرة قدام لجنة التحكيم من غير ما يتعمله زابينج. وعايز أقول لكم إن المجموع ده بيكون هو مجموع كل واحد من لجنة التحكيم يعني قدر يستمتع أو يشوف المشترك لمدة قد إيه. النتيجة هتظهر دلوقتي. النتيجة يا ترى مين فيهم اللي هيبقى في أمان؟ عم محمود. عم محمود ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك مبروك عم محمود. يا عم محمود أنت في أمان دلوقتي. حضر نفسك كويس الحلقة اللي جاية ومش عايز أشوفك تاني في الزابينج. قيس هلا باقي معنا مشتركين اثنين، محمد رفعت وريم تامر. طبعا انتم بموقف ما بتحسدوا عليه ابدا، كل واحد منكم ما انه حابب يكون هون، بس اكيد هي هي المسابقه والحلم بيستمر ما بيوقف هون. اكيد الجمهور دلوقتي هو الوحيد اللي قادر يوصل واحد من المشتركين ريم ورفعت لحلمه انه ياخد لقب مذيع العرب. مين راح يغادرنا؟ هو صوت واخد قراره فعلا يا قيس. دلوقتي بس باقي ان احنا نشوف صوره اللي هيكمل معانا في مذيع العرب. يا ترى مين؟ رفعت ولا ريم؟ طبعا راح يسلم واحد منهم الميكروفون للاسف. رح يغادر البرنامج مثل زملائه الاثنين اللي غادرونا بحلقة الليلة. الصورة اللي ذكر على ما أظن. لا مين؟ ريم؟ ريم! ريم تامر مبروك، نسبتك كانت 52% تصويت الجمهور. ريم ألف مبروك. ألف مبروك ريم. مبروك ريم. رفعت محمد اكيد انت استفدت من تجربتك في مذيع العرب، واكيد ناس كتير جدا شافتك، ودي تجربه ان انت عرضت كل موهبتك، وده مش معناه انه نهايه المشوار. أكيد. لسه قدامك المشوار طويل. اشكرك. سلم سلم المايكروفون. نحن انبسطنا فيك وراح نشتاق لك، وبطلب منك انك تقدم المايكروفون الفضي للجنه التحكيم. انا قبل ما اقدم بس الميكروفون الفضي عايز اقول لكل زمايلي وحبايبي سعيد جدا 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 اني اتعرفت عليكم، وربنا معاكم وربنا يوفقكم. جود لك يا شباب. جود لك. كلنا كنا مبسوطين بوجودك معانا. وبكده تكون خلصت الحلقه الثانيه المباشره من برنامج مذيع العرب. بشكر الجميع وبشكرك اكيد يا قيس. وانا كمان. وبقول لكم تصبحوا على الف خير. تصبحوا الف خير. شكرا لجنه التحكيم وكل الموجودين معنا. انطرونا بعد اسبوع بنفس التوقيت. شكرا لمتابعتكم. باي باي. شكرا سالي. شكرا.